السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تغطية رائعة تهبل مميزة جدا من قلب المسجد الحرام. هذا التغطية إن شاء الله راح نكتشف ونشوف العمل الجبار اللي تسويه حكومتنا لخدمة كل معتمر وكل حاج يقصد بيت الله الحرام. قبل ما نبدأ جولتنا حبيت أوريكم خريطة واضحة للحرم. هذا هو الحرم بشكل عام، وأنا كنت هنا واقف لما عملت الافتتاحية. اللي ينظم وينسق ما بين كل العاملين داخل الحرم غرفة العمليات. هذه غرفة العمليات مرة مهمة، هي اللي تنسق بين العاملين جوا. في نقص مثلا، مكان متسخ ينادون روح نظفوا هذا المكان، في زحمة في مكان معين ينقلون الناس إلى مكان آخر بالتنسيق، كثير أشياء داخل الحرم، تعطير منطقة معينة مثلا. باختصار كل الخدمات سواء كانت دينية فنية تقنية حتى بالنظافة تدار كلها من غرفة العمليات هنا. الله يعطيهم العافية. نوقف عند أكبر وأجدد بوابة بالحرم، بوابة الملك عبد الله رحمة الله عليه. أكثر الأشياء اللي تشد النظر وانت داخل إلى توسعة الملك عبد الله هي البوابات. هذه البوابات يا جماعة ما لها مثيل، ما شاء الله. ثلاث مداخل، كل مدخل فيه باب مكون من غرفتين، طوله 15 متر، ما شاء الله 15 متر الارتفاع، ومجموع البوابات الثلاثة 70 طن وزنها. شوفوا التفاصيل، ما شاء الله 70 طن. كيف صنعوها؟ زينوها، علقوها، ركبوها، وغير كذا تشتغل اوتوماتيك، تنفتح وتسكر بشكل اوتوماتيك. غير ما شاء الله توسع من الداخل، شوفوا النجف، شوفوا الاتقان، بسم الله ما شاء الله، رائع رائع وفخامة وفي هيبة. هذه فتحات التكييف ما شاء الله. التكييف ما هو جوا الحرم، التكييف في مدينة خارج الحرم، ويجيبون الهواء البارد ويبث من هنا. أمانة أنا كنت واحد من الناس اللي كنت أفضل مباشرة أروح للحرم من أبواب أخرى، لكن بعد ما شفت التوسع وكيف إنها رهيبة صراحة، ما أتوقع نفسي أجي الحرم مرة ثانية وما أمر على توسعة الملك عبد الله الله يرحمه. جمال، راحة نفسية، فخامة، والله رهيبة. بسم الله، هذا طريقنا، نحاول إنه نقرب من الكعبة المشرفة. ما شاء الله زحمة. الحمد لله وصلنا وبدأوا يجهزون للإفطار، وبنفس الوقت راح يطيبون الركن بالكعبة. إن شاء الله أصوره لكم وتشوفون كيف يطيبون الركن. لو تلاحظون هذول عمال النظافة، وهذه أدواتهم هنا وهنا، موجودين حول الكعبة لسبب. السبب أنه بعد الصلاة مباشرة راح يقومون ويغسلون مطاف الكعبة مباشرة بعد الصلاة على طول. خمس مرات باليوم يطيبونه. الله يجزاهم خير. ماء زمزم يوزع مجانا، الله يجزاهم خير، وبارد لكل الناس. ما شاء الله، شوف بركة الحرم. ما شاء الله الكل أفطر والكل جاهز عشان يصلون المغرب. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله بشكل مباشر بعد الصلاة بدأ التنظيف. هذه ميكروفونات الإمام، بعد ما خلصوا الصلاة يأخذونها، وزي ما قلت لكم يبدأ التنظيف الناحية الثانية. وهذا الإمام الله يعطيه العافية. بسم الله. وهذه المكبرية اللي هو المكان اللي يقام ويؤذن للصلاة فيه، هنا يأذنون ويقيمون. هذه ميكروفونات المؤذن، يوقف هنا ويأذن، ولاحظوا كيف يعرف انه في صلاة الميت من هذه الشاشة، تنور كل واحدة منها على حسب وش اللي بيصلون عليه. الصلاة على الأموات أو الميت أو الميتة أو الأطفال، وينادي عليها بهذا الشكل، الصلاة على الأموات. خلاص يعرف المؤذن انه صلاة على الأموات. وفي شغلة بقول لكم عليها، المؤذن الأول لو تعطل عن الأذان بأي شكل من الأشكال، فيه المؤذن الاحتياطي واحتياطي الاحتياطي، ثلاثة. طبعا الموضوع هذا ما في لعب، هذا المسجد الحرام، اذا الاول ما قدر الثاني، اذا ما قدر الثاني الثالث، ودائما جاهزين. ما شاء الله من الاشياء الرائعة الموجودة هنا عربة المصاحف، هذه توزع المصاحف على الناس، تمر وتوزع وتشيل 200 مصحف، المصاحف الموجودة فوق والمصاحف الموجودة بقلبها.
رائعة. واحدة من الأرقام العجيبة عدد المصاحف الموجودة بالحرم، 1,200,000 مصحف، ما شاء الله رقم ضخم. يعني لو طلعنا المصاحف الموجودة جوا الحرم 1,200,000، طبعا هذا كمان ما يغطي عدد الناس اللي جايين يزورونه، إنه ما شاء الله عدد زوار الحرم يوميا يوصل إلى أكثر من 2 مليون. تخيلوا 2 مليون زائر يوميا يزور الحرم خلال اليوم. هذه زاوية أخرى للمصاحف. على فكرة هذه المصاحف مترجمة لكل الوافدين، يقدرون يقرونها، 73 لغة. أيضا ما شاء الله من ضمنها هذه لغة المكفوفين، اسمها برايل، للمكفوفين عشان يقرون قرآن، الله يجزاهم خير. واحدة من الأماكن الرائعة هي مكتبة الحرم المكي، هنا موجودة بوسط الحرم، هادية ورايقة ما شاء الله. ما شاء الله المكتبة فيها 37 لغة من كل مكان، أغلب الجنسيات موجودة، هي بالأساس تخدم زائري المسجد الحرام واللي حابين يطلعون أكثر. في مجالات كثيرة ما شاء الله، اللغة العربية، الكتب الدينية، في أيضا الجغرافيا، التاريخ، كله متاح، يخدم الموجودين مجانا. يوم الجمعة يوم مميز في هذا المكان، لأنه هذا المكان ينقلب خلية نحل، هنا تترجم خطبة الجمعة لأكثر من 5 لغات. لاحظوا الأماكن اللي ترجمون فيها، هنا مثلا التركية، وهنا يقعد المترجم ومعاه الميكروفون على الهواء ماشي مع الإمام. ننتقل لغات أخرى، إندونيسية، اللغة الإنجليزية. لاحظ ما شاء الله الشيخ يجهز للخطبة. هذا رسم توضيحي يورينا كيف الخطب المشمولة بالترجمة. كل لغة لها تردد بالإف إم بمحيط 10 كيلو حول الحرم. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الشكل يبخرون المسجد الحرام ما شاء الله عليهم، كل من حب انه يتبخر يمد يده وياخذ من هالعود الزين ما شاء الله. شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله من أفخم أنواع البخور، ويسكرها ويتوكل على الله يبخر الناس. الحمد لله خلصنا جولتنا للمسجد الحرام وشفنا بعض النواحي، سواء كانت جمالية سواء كانت من الناحية التنظيمية، الله يعطيهم العافية. وش اللي تسويه رئاسة شؤون الحرمين حتى يكون الحرم دائما نظيف ومرتب وريحته جميلة ويرحبون بالجميع؟ الله يعطيهم العافية. ونكرر، هذا واجب، ما هو من، بالعكس خدمة المعتمرين والحجاج واجب. شكر خاص لحبايبنا في إدارة الإعلام في الرئاسة، حبيبنا ماهر الزهراني وبندر العمر الله يعطيه العافية، وأيمن الشريف.